خصوص اللي زدان دي حي المطار اخضان اتجهن للقضاء الاداري ذي وجده بسبب اجل مجموعه الوقائع الماديه تسبب ذيس البلديه النضا مش سنم البلديه النضا تقريبا زي شحال 11 يعذون 2021 تشن مجموعه من الحملات لمحاربة الكلى بالضالة. الحملية ممش تجنها راس الطريقة ممش تخرق ممش تعتو تتنافى مجموعة من الضوابط تتنافى نهارك البروتوكول يتجا ثقيس وزارة الداخلية كذلك الاتفاقية المتعددة الأطراف جار وزارة الداخلية مديرية العامة الجماعة المحلية ذا المكتب الوطني للسلامة الصحية المنتوجات الغذائية وزارة الصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة المضمون الاتفاقية يتيش إجن الخارطة الطريق إجن بروتوكول الجديد ذي المحاربة الظاهرة للكلى بالضالة الاتفاقية تخرق ذي 2000 سنة 2019 الهدف النص هو القيام بعملية التحسيس والتوعية بخصوص التعريف بالمقاربة مقاربين الجديد كذلك تهديف بروتوكولا إلى جمع الحيوانات بخصوص الكلاب الضالة سمو ننثن جمع ننثن خضع عن عملية جراحية التعقيم الوسيلية زمار نوض انقضاء الظاهرية بشكل نهائي خلافا نهار الطرق تستعمل الجماعة اللي هي طرق عفا عنها الزمن وقمشة نهار هذه حتى الدورية وزير الداخلية اللي الدورية رقم 12059 مؤرخة 28/6/2019 يوجه ذي السادة الولاة السادة العمال ذي المملكة قارس ديس بانه خصها لابد تقييد المضمون الاتفاقية مع الاسف شي نعاذي النظر مازال عاد نستعمل الاسلوب النين القتل بالرصاص الحي مع انه نعرج نعدن تندن هذه المغرب تجاوزن الطريقية غانا غجدا ثو السنغ وقيم تستعمل الطريقية استعمال الرصاص الحي ونرى مش سنم انه يجن مواطن عادي قد يدع النس هذه يجن الساعة مبكرة من الصباح حتى في كارخ خير حسن وقاطس سيجن الشكل يعني قوي وخمي غاي السيج مثلا زير كازين سادي في المناظر يذمن المناظر يقزين الجثث يعني قزين يعني الوضعية بالنسبة أربعة نيوذان صغار السن المراهقين كذلك بعض الفئات يجا راس النفس ضعف وزما تقبلن المناظر وكذلك حتى بعد العملية تقريبا إذا من ذي الأرصفة ذي الطرقات وحتى السلطات لا تكلف نفسها عناء حتى المحو الآثارني إذا التجأ المواطنين باش التعويض الضرر النفسي يجا يلحقيثن جراء هنا الأفعال يجي تسبب ذيسن المرفق العمومي بطبيعة الحال الهدف ماشي هو يعني التفقير او لا ميغانيني اثقال ماليا للجماعه هذا الزمن مبالغ تمقرانين وانما تعن مبالغ تعويضات رمزيه هو الهدف هو لفت النظر للمسؤولين باش يعيد النظر ذي الطريقيه ومش ما مش لدينا يجن العضو سابق ذي القيادي من اعضاء المجلس البلدي ناش نشين ذي الثمانينات تغتد الوسيله تغتقن تجمعا يقزينا ومن بين المسائل اللي وديقات وادي الجن البلديه تغت متخصص السن ماهر يجمع يقزين يعني شي ما يمي وانتيري امثل دان نغني يعني باش نتجاوز
ديال الوسائل اللي جا تظهر حتى س س س س س نفوس نفوس نتعاون بعض الفئات الهشه المواطنين غاصن تقارير طبيه مسلمه من طرف اطباء ثبت الوضعيه هي يجي تسبب استعمال الرصاص. وما راه نتمنى انه القضاء الاداري ينصف وفي نفس الوقت ان الجماعه البلديه النظر اتعد النظر هذه الوسيله هي وتقييد البروتوكول يجا منصوص على هذه الاتفاقيه التقييد الدوريه عن وزير الداخليه. الملف والتطورات النس يروج لعده جلسات امام القضاء الاداري وشين ان شاء الله نترجى الجواب الجماعه النظر من غثيني وجهه النظر النس بخصوص الدعويه في انتظار يعني مناقشه القضيه وتجهيز النس لصدور حكم ذيس.